اسعد الله اوقاتكم متابعين الاعزاء. مرات لما تكون السياره موشله بنزين او كميه البنزين بالخزان قليله، يعني النص او اقل من النص، تحس السياره انشط. ليش؟ لعده اسباب. هسه شوفوا سيارتي بيها خطين بنزين، لكن لما كانت فول ما كانت بالنشاط اللي هسه احسه. هسه بس بمجرد ما ادوس احس بتسارع قوي اقوى مما كانت السياره مفوله. هذه لعده اسباب. السبب الاول طبعا خزان السياره، اغلب السيارات 50 لتر او 60 لتر، اكو سيارات 70 لتر، فهنا الخزان لما يكون ببنزين اقل بالتاكيد الوزن راح يكون اخف، وهذا السبب ثانوي. السبب الرئيسي شنو؟ السبب الرئيسي هو بسبب كميه البخار داخل الخزان. كميه البخار داخل الخزان لما الخزان يكون قليل ببنزين تكون اكثر مما كان الخزان مفول. زين، البخار اللي بالخزان شلون يتصرف؟ يتصرف من خلال علبة الكانستر، أو نسميها إحنا بالعامية المبخرة. علبة الكانستر هاي علبة بها مواد تمتص البخار، والزايد منها شو تسوي بيه؟ هو ما تقدر تمتص كل البخار، الزايد منها راح شو تسوي بيه؟ راح تدزه عن طريق خط للدكشن البارد، وأكو فد ولف يسموه بيرج فالف أو ولف التطهير. هذا لما يزداد الضغط مال البخار يفتح، فالبخار مال البنزين يرجع ويا الهواء مال الدكشن البارد يدخل مرة ثانية لغرفة الاحتراق ويحترق. الفكرة وين؟ خزان البنزين لما يكون مفول ماكو مجال داخل الخزان حتى يتكون بخار بنزين بكميات كبيره، لانه البنزين كله واصل نهايه الخزان، والاجيتيشن او الحركه مال البنزين ويا حركه السياره راح تكون قليله، فبالتالي ما يتكون عندنا كميات بخار كبيره. فكميه البخار الصغيره اللي تتكون الكانستر يقدر يقضي عليها، يقدر يمتص البخار وما تروح كميات كبيره للغرفه مال الاحتراق. لكن الخزان لما يكون فارغ او نصبي او اقل من النص، هنا البنزين يتحرك بشكل كبير، اجيتيشن هواية بي، فهذا يخلي البنزين يكون بخار بكميات اكبر، فكمية البخار كلش راح تكون كبيرة، الكانستر ما يقدر يقضي عليها كلها او يمتصها كلها، يدز القسم الاكبر منها من خلال الخط مال البيرج فالف للدكشن البارد، ويحترق بغرفة الاحتراق، فهنا البخار راح يؤدي انه السيارة تكون انشط. ليش؟ لان البخار جاهز، يعني هو مثل غاز يدخل داخل غرفة الاحتراق، واحتراقه يكون سريع جدا، مو مثل البنزين اللي يطلع من البخاخ الى ان يطلع من البخاخ الى ان يتبخر، فهاي العملية شوية بها تأخير باجزاء صغيرة من الثانية، وهذا التأخير راح يسبب لك انه تحس البخار اسرع من البنزين، وتحس السيارة بها عزم او قوة او الشلعة مالتها او الاستجابة مالتها صارت اسرع لما يكون الخزان بقليل بنزين. فهاي كانت ملاحظة على الماشي، ودمتم سالمين.